والله اليوم السوق في حركة. إلا وش رأيك يا محسن؟ يا أخي يا عمرك تقول محسن، لا أسمعك تقول لي يا محسن. وين حنا جالسين فيه؟ جالسين نلعب بلوت حنا في البيت؟ حسن وش تبيني أنا أديك؟ يا أخي سمني الشيخ أبو سعد، على الأقل قدام الزباين يا أخي يأخذون لنا اعتبار ويصير لنا مصداقية عندهم. والله أنك صادق في هذه. إي والله الشيخ محسن. طيب وأنا طال عمرك وش بتسميني؟ أنا بسميك وش نسميك وش نسميك؟ نسميك الأستاذ، الأستاذ راشد. يلا.